وهنا أنبه على قضية يقع فيها حتى بعض الصالحات، ألا وهي تزيين العين مع لبس النقاب. المرأة يجوز لها أن تلبس النقاب، والنقاب يا إخوة أولا هو ما تظهر منه العينان أو إحداهما. ما هو النقاب الموجود اليوم عند كثير من النساء؟ أكثر الوجه ظاهر وتقول لابسه نقاب، الأنف ظاهر والوجنة ظاهرة وتقول هذا ليس نقاب. النقاب هو الذي تظهر منه العين أو العينان، وهذا واجب. أسأل الله أن يهدي المؤمنات، والله لو التزمنا بهذا لوجدنا الخير والراحة والسعادة. بعض المؤمنات تلبس النقاب وتضع الكحل في العين وترسم العين، وربما وضعت لونا فوق، هذا سفور، ما يجوز. تخرج بعينها الطبيعية من غير أن تزينها،